الإجراءات الجديدة اللي صارت هذه شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسب تعليمات الداخلية إنه على أساس إغلاق جميع المحلات وإغلاق مناخ البلدة عشان الوباء، وإحنا بنناشد أهالي بلدة خزاعة بالالتزام بعدم الخروج إلا للحالات الطارئة. ثانيا بنلتزم بأصحاب المحلات الإغلاق بالكامل لحين صدور تعليمات أخرى، وبننبه على أهالي البلدة أنهم يلتزموا بالوقاية والسلامة بخصوص جائحة كورونا، لأن الوضع حاليا مش سهل. إحنا الإجراءات اللي داخل البلدة بنوصل الناس أنه يعمل التزام بإجراءات السلامة، وخارج البلدة عملنا محطة على مدخل البلد تعقيم وعمل اللازم بحيث نحمي الناس من جائحة كورونا هذه اللعينة اللي غزت قطاع غزة بالكامل. إجراءات المحلات اليوم أخذت تعليمات من وزارة الداخلية بإغلاق المحلات إلى شعار آخر لحين صدور تعليمات أخرى بسبب الظروف الطارئة وكثرة إصابات جائحة كورونا في المجتمع الفلسطيني. كبلدية أنتم دوركم في توصيل المية والأمور؟ إحنا دورنا قايمين بواجبنا بأكمل وجه، كطوارئ أن موصلين المية للناس، رفع النفايات الصلبة، كل الأمور التزمت فيها البلدية تجاهها إحنا قايمين فيها على أكمل وجه، بل بالعكس بزيادة.